وللمزيد تنضم إلينا من أمام مقر السفارة الأمريكية بوسط لندن مفادتنا جينا العمو. جينا، إحدى هذه المظاهرات تقام الآن في وسط لندن، من يشارك في هذه المظاهرة وما هي أهم شعارات المرفوعة فيها؟ نعم، هذه المظاهرة كما تشاهدون هناك عشرات الآلاف من الأشخاص بدأوا بالتوافد إلى هذه المنطقة. لا أحد يمكنه التحرك في هذه المنطقة، هناك حشد كبير من المتظاهرين. هذه المظاهرة منظمة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية، من أهمها منظمة العفو الدولية، وأيضا هناك أحزاب سياسية مشاركة في هذه المظاهرة، منها حزب الديمقراطيين الأحرار، حزب الخضر البريطاني، وأيضا وصلتنا معلومة من خلال التحدث مع المنظمين أن حزب العمال البريطاني أيضا مشارك في هذه المظاهرة. هذه المظاهرة بالفعل ستنطلق من هنا، ستتوجه إلى مايفير وبعد ذلك ستتوجه إلى ترافالغار سكوير. هناك حشد كبير من المنظمات الداعمة للاجئين مشاركة في هذه المظاهرة، أيضا هناك منظمات أخرى نسائية تدعو إلى رفض الشعارات الكراهية التي يدعو لها ترامب. أبرز هذه الشعارات أن لا للعنصرية لا لترامب، هم يشبهون ترامب بالعنصرية، يقولون أن الشعوب متى ما اتحدت لا يمكن أن تغلب. أيضا هناك من يرفع شعارات نحن نقاوم ترامب لأننا نؤمن بحريتنا وبحقوقنا الإنسانية. هناك عديد من هذه الشعارات لا يمكن إحصائها كلها داعية لرفض الكراهية والعنصرية. وأيضا أود الإشارة إلى أن هذه المظاهرة كما تشاهدون يشارك فيها أطفال وأيضا يشارك فيها نساء، فهي لا تقتصر فقط على مشاركة النساء، هناك عدد كبير من المنظمات النسائية مشاركة هنا. منظمة أمنستي رفعت شعار أن Human Rights is a Human Rights، ربطت بحقوق المرأة بحقوق الإنسان بشكل كامل. هي تدعو لرفض هذه الخطابات التي تدعو للكراهية. كما تشاهدون أنا لا أستطيع الحركة، هناك من يتحرك حولي ويحاول الخروج. هذه المظاهرة لا يزال المتظاهرون يتوافدون إلى هذه المنطقة، هذه المنطقة مغلقة. أود الإشارة أيضا إلى إجراءات أمنية مشددة جدا حول السفارة الأمريكية، هناك منع كامل لاستخدام التليفونات عبر شبكة الإنترنت، لا يمكن الوصول إلى شبكة الإنترنت، هناك هليكوبترات تحلق فوقنا، وهناك أيضا عدد كبير من الشرطة البريطانية يحتشدون على مداخل السفارة. شكرا لك من أمام مقر السفارة الأمريكية في لندن مفادتنا جينا العمو، شكرا جزيلا لك.